بعد مع فيلم انديانا جونز ومملكة الجمجمة البلورية ومغامرة جديدة من مغامرات انديانا جونز على بالآثار الأشهر في السينما الغربية، ولكل مغامراته اكتشافات لآثار وحضارات غامضة محدش قدر يوصلها غيره من شدة ذكائه ومهارته. المرة دي بقى كانت غير كل مرة، لأنه بيلاقي حضارة لها علاقة بالكائنات الفضائية. يا ترى ايه الحضارة دي؟ تعال نشوف مع بعض. بس خلونا قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. بتبدأ أحداث فيلمنا في صحراء نيفادا الأمريكية سنة 1957. كان في كتيبة من الجيش رايحين القاعدة العسكرية السرية اللي في الصحراء، ولما بيوصلوا عند القاعدة الحرس مش بيرضوا يدخلوهم من البوابة، وبيقولوا لهم إن المنطقة محظور دخولها علشان في اختبارات أسلحة هتتم في 24 ساعة اللي جاية. وساعتها واحد من الضباط بينزل علشان يتكلم مع الحارس، وأول ما بيقرب منه بينزل على الأرض وبيظهر وراه طابور من الجنود بيضربوا نار على كل الجنود اللي كانوا بيحرسوا البوابة وبيقتلوهم، وبيطلع ان الجنود دول من الجيش الروسي. وبعد ما بيدخلوا القاعدة العسكرية الأمريكية بيروحوا عند المخزن اللي فيه كل أسرار أمريكا، ومستخبي جواه كل الكنوز المسروقة من حضارات العالم كله وأولهم الحضارة الفرعونية. وأول ما بيوصلوا عند المخزن بيطلعوا انديانا جونز من صندوق العربية هو وصاحبه ماك، وما كان عاوز يقتلهم بس انديانا بيعقله ويقول له انهم لا معاهم سلاح ولا هم لسه شباب علشان يقتلوا كل الجنود دول. وساعتها القائد الروسي بيضرب انديانا علشان ما كانش راضي يدخل المبنى ويجيب لهم اللي هم عايزينه. وفي اللحظة دي بتوصل واحدة من الجيش الروسي اسمها الدكتورة يرينا سبالكو، واللي كانت مهووسة بالمعرفة وأسرار الحضارات المختلفة، وكانت بتدور على أي حاجة تزود قوة جيش بلدها وتخليه أكثر تقدما علشان يفوزوا بالحرب الباردة. وجونز بيستغرب هي عايزة منه إيه وجايبين المخزن ده ليه أصلا. فإيرينا بتفكره بحاجة كان اكتشفها من 10 سنين ومحفوظة دلوقتي في واحد من الألف صندوق الموجودين ومحدش هيعرف يطلعه بسرعة غيره هو، وبتهدده بالسيف بتاعه انه لو ما ساعدهاش وطلع الصندوق هتقتله. وساعتها جونز بيطلب من الجنود بوصله بس محدش كان معاه، فبيطلب منهم رصاص خرطوش وطبعا محدش بيرضى يديله، وإيرينا بتفتكره انه عايزه علشان يعمل عليهم خدعه ويهرب. بس جونز بيقول لها ان اللي بيدور عليه ممغنط فدي الطريقه الوحيده اللي يلاقيه بيها، يعني من الاخر كده لو عايزين تلاقوه النهارده هاتوا لي شويه بارود. فإيرينا بتخلي واحد من الجنود يفضي البارود اللي في القنبله ويديهوله، واول ما جونز بياخده بيرميه في الهواء علشان الصندوق الممغنط يجذبه ويرشدهم للطريق. ولما ده بيحصل فعلا والبارود بينجذب في اتجاه معين، كل الجنود بيفضوا القنابل اللي معاهم، وجونز بيمشي بين الصناديق يرمي البارود في الهواء لغايه ما بيوصل لمكان الصندوق، وعشان يعرف هو انه صندوق بيفتح خرطوشه ويرمي الرصاص اللي فيها على الصناديق، فالرصاص بيتسحب كله بسرعه تحت الصناديق. وساعتها الجنود بيبداوا يبعدوا الصناديق وبيلاقوا الصندوق اللي إيرينا بتدور عليه والرصاص لازق عليه من قوه المغناطه اللي جواه. وأول ما الجنود بيطلعوه وبييجوا يفتحوه، العتلات الحديد اللي كانوا بيفتحوا بيها بتلزق في التابوت الحديد اللي كان جوه الصندوق، بس الجنود بيشيلوه وبياخدوه على العربية، وأول ما بيحركوه كل حاجة معدن حواليهم بتنجذب للصندوق وهم ماشيين. وساعتها إيرينا بتفتح التابوت وتلاقي جواه جثة ملفوفة في كيس من مادة غريبة، وكانت متفاجأة أول ما شافتها. وفي اللحظة دي جونز بيضرب واحد من الجنود وياخد منه البندقية والحبل اللي كان معاه ويهددهم إنه هيقتل إيرينا لو ما نفذوش كلامه. بس اللي ما كانش عامل حسابه ان ماك صاحبه طلع خاين وهو اللي بيتفق مع إيرينا اصلا عليه، وبيرفع السلاح على جونز بنفسه وبيهدده. ولما جونز بيستغرب ليه عمل كده ماك قال له علشان بيدفعوا اكتر، ولما بيقولوا له يرمي البندقيه على الارض بيرميها فعلا، فالبندقيه بتضرب رصاص على رجلين الجنود والكل بيهربوا، وجونز بيهرب هو كمان ويستخبى. فلما بيحاول انه يهرب من المخزن كانت إيرينا مشيت بالعربيه اللي فيها التابوت والجثه الغريبه، والجنود بيطاردوا جونز وماك هرب بسرعه. فجونز بقى بيتعلق بالهلب اللي معاه علشان ينزل على عربيه إيرينا ويلحقها قبل ما تهرب بالتابوت، بس إيرينا كانت سايقه العربيه بسرعه وبيقع على عربيه الجنود فبيرميهم منها وبيطارد إيرينا لغايه ما بيحصلها وبيخبطها بالعربيه وينط في عربيتها، وكمان بيوقعها منها ويهرب هو بالتابوت. بس هو خارج من المخزن بكل سرعته بيخبط شويه صناديق، وبنشوف فيها كنز فرعوني وتابوت ذهبي لواحد من الفراعنه اتسرق زمان ايام الحرب. وفي الوقت اللي كان جونز خارج خلاص من المخزن بتقابله عربية تانية وبيخبطوا ببعض، والتابوت بيطير ويقع وجونز بيهرب منهم، بس الظابط اللي ضربه في الأول ما سابوش وفضل وراه لغاية ما وقعهم هما الاتنين من الإزاز اللي فوق غرفة اختبارات الأسلحة، وبيفضلوا يضربوا ببعض لغاية ما بيشغلوا لوحة التحكم من غير قصد، وفجأة عربية الدفع الصاروخي اللي كانوا واقفين بيضربوا بعض عليها بتشتغل وبتطير بيهم بره القاعدة على شريط القطر، والاتنين كانوا في المقدمة ومن شدة السرعة طبعا بيثبتوا مكانهم ومش بيقدروا حتى يرمشوا بعينيهم لغاية ما العربية توصل للنهاية وتقف لوحدها. في الوقت ده كانت إيرينا أخدت التابوت ومشيت هي وماك، وأخيرا جونز بيسترد وعيه وبيقوم يستخبى بين الصخور لغاية ما الجنود اللي كانوا بيطاردوه بياخدوا الظابط بتاعهم وبيرجعوا بسرعة. وعلى ما النهار بيطلع كان جونز رجع القاعدة تاني ودخل يستخبى في واحد من البيوت اللي كانت في المنطقة، بس المفاجأة إنه مش بيلاقي بشر ساكنين في البيوت دي، وكل اللي بيلاقيه تماثيل مختلفة لأطفال وشباب وناس من كل الأعمار في كل مكان، وبيطلع إن المنطقة اللي هو فيها دي مجرد مجسم كبير لمدينة،
وفي اللحظة دي بيسمع صوت الإنذار بيشتغل، واحد بيحذر الموظفين إنهم يفضلوا بعيد عن المنطقة ويلبسوا نظارات واقية علشان الانفجار. وساعتها جونز بيحس بالخطر وبيعرف بالمصيبة اللي هتحصل واللي كانت عبارة عن تجربة نووية، فبيجري بسرعة يستخبى جوه التلاجة ويقفلها عليه كويس. ومرة واحدة بيحصل انفجار قنبلة نووية، موجة حرارتها بس بتمحي كل الناس اللي كانوا في المدينة، حتى الجنود اللي كانوا بيدوروا على جونز واللي كانوا بيهربوا أول ما سمعوا الإنذار. موجة التفجير كانت أسرع منهم وأبادتهم من على الأرض في لحظة، أما جونز في التلاجة اللي هو فيها بتترمي من شدة الانفجار لغاية ما بتقع على تل قريب، ولما بيخرج منها بيشوف اللي حصل، بيتفاجئ بسحابة انفجار القنبلة اللي كانت شبه الفطر بالظبط وكانت مرعبة جدا. طب هنا اشمعنى التلاجة ما حصلهاش حاجة؟ لأن كان فيها طبقة من الرصاص، وبعدها جونز بيتقبض عليه من الجيش الأمريكي، وبعد ما بيتأكد إنه ما اتصابش ولا اتعرض للإشعاع وإنه سليم بيبدأوا يحققوا معاه لأنهم فاكرينه جاسوس وخاين. بس جونز بيأكد لهم إن حتى ما كانش يعرف بالتابوت اللي إيرينا كانت عايزاه ده، وساعتها المحققين بيسألوا عن اللي كان جوه التابوت الحديدي ده، فهو بيقول لهم إن المفروض هما اللي يقولوا له، لأن في الوقت اللي شاف التابوت ده قبل كده من 10 سنين كان بينقله من مكان لمكان بس، وإنه اتحدد هو واللي معاه إنهم لو قالوا أي حاجة هيتعدموا بتهمة الخيانة العظمى. في الوقت ده بيجي عقيد من الجيش صديق لجونز اسمه بوب، وبيعرف منه اللي حصل وإيرينا واللي عملته. وبعد كام يوم كان جونز رجع الجامعة يدرس تاني، لما العميد بيجي يناديله ويتخانق معاه لأن الـ FBI جم الجامعة فتشوا مكتب جونز وقلبوا الجامعة وعمالين يتدخلوا في كل حاجة، وطلبوا كمان رفض جونز. بس تشارلي عميد الجامعة بيقول لجونز انه استقال من منصبه بسبب الضغط اللي كان عليه، وبينصح جونز انه ياخد أجازة فترة ويسافر أي مكان. وساعتها كان جونز قرر انه يسافر لندن ويبدأ هناك من جديد. وبعد ما راح ركب القطر كان فيه اتنين بيراقبوه وركبوا وراه القطر، وساعتها بيجي مات شاب سايق موتوسيكل بيفضل ماشي على رصيف المحطة يدور على جونز بين الركاب لغاية ما بيلاقيه، وبيقول ان الدكتور اوكسلي مخطوف وهيقتلوه. فجونز بينزل تاني من القطر ويقعد مع مات في الكافيتيريا يفهم منه ايه اللي بيحصل، وساعتها بيعرف ان اوكسلي اختفى بقاله فترة من بعد ما رجع بيرو، وكان حكاله انه كان في مدينة اكتورو الاسطورية وللغاية النهاردة محدش عارف يلاقيها، وبيقول على الجمجمة البلورية. وجونز بيستغرب من الكلام ومش بيصدق ان اوكسلي راح فعلا اكتور لانها مش معلوم مكانها، وتعتبر اسطورة وكل الناس بتوع الاثار سواء العلماء او صارئي الكبور بيدوروا عليها لان اسمها مدينة الذهب، واللي هيلاقيها هيكتشف كنز ملوش تمن. وجونز بيحكي المات على المدينة دي انها اتبنت من 5000 سنة وان كان فيها تكنولوجيا غريبة جديدة مكانتش لسه هتكتشف ولا بعد 5000 سنة. وواحد من اكبر علماء الاثار اختفى في غابات الامازون وهو بيدور على المدينة دي سنة 1546، وجونز نفسه لما راح يدور عليها كان هيموت. ولما مات بيسأل جونز ويقول له ايه اللي يخلي اوكسلي ياخد الجمجمة البلورية من المتحف ويرجعها تاني اكتور. فجونز بيقول ان في اسطورة بتقول ان اللي هيرجع الجمجمة المسروقة اللي اتسرقت في القرن ال15 هيمتلك قوة الجمجمة. وساعتها مات بيقول ان في حد ورا الموضوع ده لان اوكسلي اتخطف، كمان مامة مات لما جت تساعده، بس من كام يوم قدرت تهرب من اللي خطفوها وتتصل بمات وتبعت له رسالة مشفرة مكتوبة بلغة ما يفهمهاش الا جونز، وطلبت منه يلجا له لان هو الوحيد اللي هيعرف يحل الورطة دي. وهنا جونز بيفهم ان ماري ما هربتش ولا حاجة، وان اللي خاطفينها هما اللي سابوها تهرب علشان تبعت الرسالة دي علشان يخلوه بطريقة غير مباشرة يتدخل ويلاقي المدينة والجمجمة. وفي اللحظة دي كان الاتنين اللي بيراقبوا جونز من ساعتها بيقربوا منه وعاوزين ياخدوا الرسالة منه، بس هو ومات بيتسببوا في خناقة مع الشباب اللي حواليهم علشان يشتتوهم ويهربوا بسرعة. وساعتها بتحصل بينهم مطاردة في شوارع المدينة لغاية الجامعة، ومات علشان يهرب منهم بيدخل المكتبة بالموتوسيكل بعد ما كانوا عرفوا يخلصوا من اللي بيطردوهم. وجونز بيروح على بيته وبيبدأ يحل لغز الرسالة ويعرف ان مكان الجمجمة هو مدينة نازاكا في بيرو، فعلى طول بيسافروا هما الاتنين على هناك. ومات بياخد موتوسيكله معاه مش بيسيبه. لما بيوصلوا المدينة وبيبدأوا يدوروا على اي اثر لأوكسلي يوصلهم ليه، كان ماك بيراقبهم طول الوقت وجونز ما يعرفش. وبيوصل جونز للمكان اللي كان اوكسلي محبوس فيه فترة لانهم كانوا فاكرينه مجنون، وجونز بيلاقي كاتب على حيطان الزنزانة اللي كان فيها كلمات بلغة المايا اللي انقرضت ومحدش يعرفها لحد النهاردة، وكانت رسومات لجمجمة غريبة الشكل وخريطة على الأرض القبر أوريانا اللي اختفى في الأمازون سنة 1546 وهو بيدور على مدينة الذهب. وعلى طول جونز بيروح على قبر أوريانا واللي كان في الغابة ومكان مهجور تماما، بس أول ما بيدخلوه بيتفاجئوا باتنين متوحشين بيهاجموهم، وجونز بيقدر يتغلب عليهم بأسلحتهم، واحد بيضربه بسهمه المسموم والتاني بيهدده بالمسدس فبيهرب. وبيكمل هو ومات بحث في المكان المهجور ده لغاية ما جونز بيعرف يفتح باب المقبرة ويدخلوا يلاقوا المكان مليان بالهياكل العظمية. وبالصدفة جونز بيدخل في نفق ويلاقي نفسه على صخرة متحركة فبيعدي من عليها هو ومات، ويكملوا لغاية ما بيلاقوا غرفة كبيرة مليانة بالكنوز، وكان موجود مومياوات ملفوفة كان من ضمنهم واحدة مفتوحة. فجونز لما بيقرب منها بيتفاجئ انها جثة أوريانا نفسه، واللي بيفاجئه اكتر ان كان في حاجة ممغنطة بتجذب المعدن اللي كان حواليها. ولما بيحرك الجثة علشان يشوف ايه اللي وراها بيلاقي الجمجمة البلورية، والغريب انها كانت معمولة من البلور وشفافة خالص، لا فيها ذهب ولا حديد علشان تبقى زي المغناطيس كده.
وبيعرف ساعتها ان الجمجمة دي وراها سر كبير. واكتر حاجة بتخلي جونز يستغرب هو ليه اوكسلي رجع الجمجمة البلورية مكان ملاها. ولما بيجي خارج من المعبرة والجمجمة معاه بيلاقي ماك في انتظاره هو وعدد كبير من الجنود الروس، وبياخدوه معاهم على المعسكر بتاعهم وبيكتفوه جونز في كرسي وبيسيبوه. ساعتها ايرينا بتيجي وبتفاجئ جونز وتقوله ان الجمجمة البلورية دي مش جمجمة عادية، وانها بتاعت كائن فضائي او اتعملت في الفضاء بتكنولوجيا الفضائيين وفيها قوة المعرفة. وكمان بتقوله ان اساطير اكتور كلها حقيقية، وعشان تثبت له ده بتوريله الجثة اللي كانت في التابوت الحديدي اللي اخدته في بداية الفيلم، وانها مش جثة عادية، ده جثة كائن فضائي. وبتكشف لجونز كمان ان الجمجمة البلورية اللي بيتعرض لها الوقت مناسب بينشر جزء في عقله يخليه يعرف حاجات ما كانش يعرفها قبل كده، وبيبقى عنده قوة التخاطر. ولما بتطلب منه انه يوصلها لمدينة اماتور بيقول لها انه فعلا ما يعرفش مكانها، فبتجيب الجمجمة وتثبتها قصاده علشان يفضل مركز النظر في عينيها. وساعتها بتلاحظ ان نشاط الدماغ بينشط في نفس الوقت اللي كان اوكسلي بره وسط الجنود وشايف نفس اللي كان جونز شايفه اول ما ركز في عينين الجمجمة البلورية. بقول نفس الكلام اللي بيقوله مع انه ما كانش معاه في نفس الخيمة في اللحظة دي، والاتنين كانوا بيقولوا العودة العودة. وبعدها جونز بيتفاجئ بماريون زوجته السابقة، هي نفسها مامة مات اللي كانت مخطوفة، وكمان اوكسلي بيكتب له بالرموز خريطة الطريق لأكتور. وفي الوقت اللي كان جونز بيحل لغز الخريطة وبيحاول يلاقي الطريق على الخريطة الحقيقية، مات بيتدخل ويهجم فجأة على الجنود ويضربهم ويولع في المعسكر ويهرب هو ومامته وجونز واوكسلي. بس من حظهم انهم بيقعوا في منطقة رمال متحركة وجونز وماري بيتحبسوا فيها وكانوا بيتسحبوا تحت الأرض، فمات بيجري بسرعة يدور على حبل ولا حاجة يشدهم بيها، واوكسلي بيروح يجيب مساعدة. وفي الوقت ده ماري بتفاجئ جونز وتقول له ان ماتي بقى ابنه، وهو بيتصدم من الخبر بس بيتعصب وبيزعلها علشان ما خليتهوش يكمل تعليمه وخرج من المدرسة. وفي اللحظة دي كان مات رجع ومعاه تعبان ضخم بيرميه ناحية امه علشان تتمسك بيه ويشدها بسرعة. ولما بيجي يرميه لجونز بيخاف ومش بيرضى يمسكه، بس لما بيلاقي نفسه بيغوص في الرمل اكتر واكتر بيمسك التعبان ومات بيشده وطلعه. وساعتها بيلاقي صديقه ماك والجنود الروس جايين بعد ما اوكسلي راح ناداهم علشان ييجوا يساعدوهم. لسه اقول لكم بقى ان اوكسلي كان انسان طبيعي جدا وعاقل، بس من وقت ما اتعرض للجمجمه البلوريه وهو عقله خف وبقى بيتصرف زي المجانين، وبقى عنده معرفه كبيره جدا، وهو اول واحد بيعرف ان ماتي بقى ابن جونز من غير ما ماري تقول له ولا حاجه. وطول الوقت كان بينادي المات باسم جونز بس محدش كان واخد باله، فاكرينه بيقول كده علشان مجنون ومش مركز. وبنرجع للجنود الروس وجيش ايرينا اللي بيكتفوا الثلاثه وياخدوهم معاهم ويروحوا على الموقع اللي المفروض يكون مدينه اكتور. وبعد ما جونز وابنه بيعرفوا يشتتوا الجندي اللي كان معاهم في العربيه ويضربوه وبيحرروا نفسهم، وجونز بيخرج يضرب الاثنين اللي في الكابينه ويسوق هو العربيه. وهنا بتبدا مطارده شرسه وسط الغابه بين جونز وايرينا علشان ياخدوا الجمجمه منها تاني، وهي بتحاول تحميها. والجمجمه كانت عماله تتحدي في يمين وشمال، شويه مع اوكسلي وشويه مع ماك وشويه مات ياخدها، لغايه ما ايرينا بتقرب بالعربيه من مات وتقف تتبارز معاه بالسيف والعربيات ماشيه، لغايه ما بترمي السيف منه وتنزل فيه ضرب وتاخد منه الجمجمه وترميه بعدها على عربيه جونز اللي بيطاردها بسرعه. ومات من حظه بيتعلق في فرع شجره ما خدش باله منه، بيلاقي نفسه في شجره كلها قرود، وساعتها بيعمل زي امه بيتمرجح على فروع الشجره ولا طرزان في زمانه. وإيرينا وجونز كانت المطاردة بينهم شرسة جدا، وعلى حافة الجبل يعني عجلة واحدة وهيقع من على الارتفاع ده ويموت قبل ما يوصل للأرض. وإيرينا كانت طول الوقت بتزق في عربية جونز علشان توقعه فعلا، بس فجأة مات بيظهر وبينط في العربية بتاعتها، وكان معاه عدد كبير من القرود اللي بيهجموا على إيرينا ويخلوها تفقد السيطرة على العربية، لغاية ما بيلاقوا نفسهم في معسكر للنمل آكل اللحوم. وفي لحظة النمل الضخم ده بيخرج من جحوره وبيبدأ يهاجمهم كلهم، بس إيرينا بتهرب وتتعلق على شجرة علشان تكون في أمان. وجونز بيتخانق مع الضابط الروسي، وماري بتحصلهم بالعربية ساعتها وتاخد مات وماك معاها. وأوكسلي كان واقع على الأرض، وأول ما بيلاقي النمل بيقرب منه وهياكله بيطلع الجمجمة ويوجهها ناحيته، وأول ما النمل بيحس بيها بيبعد تماما عنه. وجونز بيفضل يضرب في الضابط لغاية ما بيقع على الأرض والنمل بيتلم عليه ويشيله ويدخل بيه الجحر بتاعه. وإيرينا بيجي مجموعة من جنودها في عربية وينقذوها، وكلهم بيربطوا حبال على حافة الجبل وبيبدأوا ينزلوا للنهر، بس ماري بتسوق بسرعة لغاية ما بتقع على شجرة كانت تحت المنحدر ده وتنزل من عليها في النهر، والشجرة بترد تاني على الحافة وتوقع كل جنود إيرينا. وماري بتمشي في النهر بالعربية وبيقع من على ثلاث شلالات زي ما أوكسلي كان بيقصد بكلامه في الخريطة اللي هتوصل لأكتور. وفعلا بعدها بيفضلوا ماشيين لغاية ما بيشوفوا صخرة شبه الجمجمة في الشلال فبيدخلوها، وساعتها بيتفاجئوا ان كلام الاساطير طلع حقيقي لما بيشوفوا الرسومات اللي على الحيطان، وما بياخد بالهم من مشاعل النار اللي حواليهم وان في حد استخدمها قريب. المهم انهم بيولعوا المشاعل دي وبيبداوا يدخلوا في الانفاق، وهم لحد دلوقتي مش حاسين ان في حد بيراقبهم. وفجاه بيظهر عدد كبير من الناس زي الهنود الحمر كده بيطلعوا من كل مكان في الجدران، وبيفاجئوا جونز واللي معاه وبيحاصروهم. وساعتها جونز وفريقه بيخرجوا بسرعه ويلاقوا نفسهم في وسط مدينه اماتور الاسطوريه، والناس دول بيجروا وراهم من كل اتجاه وبيرموا عليهم اسهم ورماح، وكانوا هيكتفوها لولا ان اوكسلي طلع الجمجمه البلوريه من الكيس، واول ما شافوها رجعوا لورا وخافوا منهم.
وأوكس اللي بيروح عند مركز المدينة وبيطلع عند المسلة ويدور هو جونز على المفتاح الذهبي اللي هيوصلهم للكنز. وساعتها أوكس اللي بيدل على فتحة في أرضية المسلة فيها رمل أصفر، فبيكسروا كل الصخور اللي على شكل بني آدمين ويشيلوها من مكانها لغاية ما الرمل اللي وراها كله يخرج. وفجأة المسلة اللي كانت مقسومة على أربع أجزاء ومفتوحة زي المروحة من فوقهم بتتقفل، وفي اللحظة دي الأرضية من تحتهم بتفتح ويقعوا تحت. بس جونز بيخليهم يتحركوا بسرعة وينزلوا على الدرجات المتحركة اللي كانت هتختفي في الحيطة ويقعوا على فخ من الصخور المدببة، وبينزلوا هما الخمسة بسلام. ومحدش منهم بياخد باله إن ماك كان لسه زي ما هو خاين وعمال يرمي كل مسافة أجهزة تتبع علشان إيرينا تعرف مكانه ويوصلوها للكنز. وفعلا بتوصل لمدينة أكتور وبتقتل هي وجنودها كل الناس اللي كانوا موجودين وكانوا بيهاجموا جونز من شوية، وبتدخل وراها المقبرة من غير ما يحس. وفي الوقت ده كان جونز واللي معاه وصلوا لمكان مليان بالكنوز من كل أنحاء العالم ومن كل الحضارات اللي ظهرت من بدء الخليقة، وبيشوفوا في نهاية الغرفة دي باب. وعلشان يعرفوا يفتحوه جونز بياخد الجمجمة من أوكسلي وبيثبتها قصاد الباب زي ما يكون هيفتحه ببصمة عين الجمجمة، وفعلا الباب بيتفتح وبيدخلوا قاعة دائرية. وكانت القاعة دي كلها من جوه عبارة عن ذهب وفيها 13 هيكل كريستال لكائنات فضائية قاعدين على كراسي عرش، وواحد منهم كانت جمجمته مفقودة هي اللي مع أوكسلي. وأول ما أوكسلي بيجي يرجع الجمجمة مكانها ماك بيهددهم بالسلاح إن محدش يتحرك لغاية ما إيرينا توصل، وبتاخد منهم الجمجمة وترجعها هي مكانها علشان تاخد هديتها زي ما الأسطورة كانت بتقول، فاللي هيرجع الجمجمة المفقودة هينول قوة عظيمة. وأول ما إيرينا بتاخد الجمجمة وتقرب من الهيكل بتاعها الجمجمة بتنجذب ليه وتتصلح تاني. وساعتها أوكسلي بيتكلم بلغة المايا القديمة مع الهيكل العظمية اللي بدأت عينيها تنور، وبيحصل في المكان تذبذبات مغناطيسية والكائنات دي بتقول على لسان أوكسلي إنهم عاوزين يهدوهم. فإيرينا بتطلب المعرفة وإنها تعرف كل اللي هم عارفينه، وفي لحظة الأرض من تحتهم بتبدأ تتحرك وتلف والمكان كان هيتهد على اللي فيه. وفجأة أحجار السقف بتطير وتفتح بوابة البعد التاني، وإيرينا واقفة في النص وكل الهياكل الفضائية مركزين عليها وبنقول لها معرفتهم بقوة التخاطر. ومكتنا يجري يلم الكنوز والذهب اللي يقدر يشيله ويهرب بيه قبل ما الكهف يتهد عليه. وجونز كان خرج هو وعيلته ومعرفش ينقذ ماك لأن كانت الأرض بتتهد من تحته. وإيرينا من كتر المعرفة اللي اكتسبتها عينيها بتنور وبدأت تشوف إن كل الهياكل دول اتجمعوا مع بعض وبقوا كائن فضائي واحد، وهنا بتبدأ تصرخ وتطلب منه إنه يتوقف وكفاية اللي عرفته لغاية كده. ولما بتحاول تغطي عينيها الكائن الفضائي بيقرب منها قوي لغاية ما عينيها بتطلع منها شرار نار وبتتبخر في ثواني وتنتقل لبعد تاني خالص. وساعتها كان المكان كله بيتدمر وجونز واللي معاه بيجروا يستخبوا في بير، والمية بتغرقهم لغاية ما بترفعهم وتخرجهم لفوق الجبل. وساعتها بيشوف المدينة وهي بتتمحي من على الأرض وبيظهر تحتها طبق طاير والصخور بتطير حواليه في الهواء، وفجأة بتتوقف وتفضل ثابتة لثواني أول ما الطبق الطاير بيختفي ببعد تاني، وبعدها بتقع على الأرض من نهر ميتة بتتحول وبتملى الحفرة اللي حصلت دي وتتحول لبحيرة. أوكسلي بيقول إنهم اختفوا في الفضاء بين الأكوان. ولما ماب بيسأل أمال فين الذهب اللي في المدينة دي واللي اتشهرت بيه، فجونز بيقول إنه الذهب بالنسبة لهم كان المعرفة مش الفلوس. وفي آخر مشهد في الفيلم كان جونز تعين مساعد العميد في الجامعة، وتشارلي رجع منصبه تاني، وجونز اتجوز ماريون تاني.